لو الحكاية فيها إن فيتو. النهاردة الثلاث 18 أكتوبر، والنهاردة القمر موجود في برج الثور لغاية الساعة 4:30 العصر. عندنا كمان الشمس والمشتري وعطارد الثلاثة موجودين في برج الميزان، وعندنا زحل موجود في برج القوس، وفينوس النهاردة هتدخل في برج القوس الساعة 9 الصبح. عندنا كمان المريخ وبلوتو في برج الجدي، وأورانوس بيتراجع في برج الحمل، ونبتون بيتراجع في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على الـ 12 برج.